اسلام همام مدير المكتب الالكتروني حمله التمرد. مدير المكتب الالكتروني لحمله التمرد. لا ما هو ما قلت لك احنا لا نعرف ما يدعى باسم حركه التمرد. حمله التمرد اللي احنا فيها دي حمله ليها خط ثوري اللي هيتعداه وبيبعد عنه يبقى مش معانا. هم الخط الثوري اللي هو خط ثوري مبادئ الثوره اللي اتفقنا. هنعمله ايه المرحله الجايه؟ المرحله الجايه احنا هنواصل السعي لتحقيق اهداف الثوره، بناء المشروع الوطني القومي اللي احنا بندور عليه لمصر في الفتره اللي جايه، ان هي تبدا تعوض كل الفتره اللي فاتت مشاكل اللي حصلت كلها. نبدا نقدم حلول للمواطن المصري، نبدا ننزل وسط الناس نعوضهم عن الفتره الماضيه. ده الاساس، لان الحكومه لوحدها مش هتقدر تعمل ده. احنا عندنا مشروع حقيقي ممكن نقدمه للناس. طب ايه اللي حضرتك شايفه ان الشعب المصري مفتقده عشان تنزلوا يعني؟ مفتقده خدمات كتير موجوده في الارض، مفتقد توعيه، مفتقد يعني هو فعلا كل مره بيدخل في مرحله احباط. احنا بنرجعه الامل وفي الاخر بيرجع مرحله احباط تاني. لان لا خدمات، يعني انا اقصد يعني خدمات، افكار لحلول مشاكل للمواطن المصري، منها مثلا انابيب كده اهو. مش احنا الحق ده، لكن نقدم حلول لده. مواطن مثلا قصه التاكسي اللي كانت حصلت من فتره وحلول ليها، دي كلها خدمات تقدم للمواطن. الحكومه مش هتقدم ده كله. لينا اعتراض على كذا قانون، زي قانون النيه، زي قانون التظاهر، زي قانون طبعا معترضين على ده كله. احنا ما عندناش اعتراض على لجنه الدستور، لكن عندنا اعتراض على بعض المواد اللي اتاخدت جوه لجنه الدستور زي المحاكمات العسكريه. دي ماده ضد مبادئ الثوره بتاتا. يعني احنا لو استمرت المواد مخالفه لمبادئ الثوره هيبقى تصويت بلا. طيب بالنسبه لفتره الصمت الطويله اللي كانت سببها ايه؟ فتره الصمت غير مبرره بطريقه اخرى. لان الوضع حضراتكم يعني اللي باين دلوقتي للناس ان هو مجرد يعني صراع داخل الحركات على مساله الظهور او مساله أو ان تكونوا فاعلين في يعني بطريقه او باخرى في الحياه السياسيه. اولا احنا بنظهر اصلا في كام، يعني وطلعنا كتير. انا كنت عضو جوه اللجنه المركزيه لحمله التمرد اصلا، فظهرت كتير. قصة ان احنا اتصارعنا مع بعض، احنا اتصارعنا كنا من الاول بقى بصينا لمصلحتنا الشخصيه وعملنا الصراع ده، لكن احنا سكتنا علشان كان 30، احنا من قبل 30 يونيو كان في مشاكل واحنا سكتنا عشان نعدي المرحله، وبعد 30 يونيو برضو كان في مشاكل وسكتنا علشان كان في مشاكل مع الاخوان، فاحنا سكتنا لغايه ما الحاله هديت في الشارع وخلاص بقى. يعني هنا لازم نرجع الحاله اللي احنا عملناها، واحنا قلنا الاسماء اللي المفروض نحقق معاها. هندعوهم للتحقيق، استجابوا ما استجابوش هيبدا التحقيق على اساس هم حكم غيابي. يعني ما فيش الاستاذ كريم عامر رئيس اللجنه القانونيه معترفين بهذا المؤتمر ويرفضون التعليق عليه. يعني اعتقد ان اصلا احنا طول الوقت في الثوره بنواجه انظمه ما بتعترفش باي حد بيعترض عليه، فده عادي يعني ما فيش مشكله. استمرار